مرحبا بكم مع حكيمة في العاصمة. أنا هنا راني رايحة اليوم نحضر معاكم غراتان تاع الفلفل الحلو. أنا الفلفل تاعي حطيته يعني يتقلى غير على نار هادية، يعني ما نحرقوش، نقلوه على نار هادية. وعندي لافيون داشي يعني كمية غير صغيرة. وبالنسبة للاصوص يعني تاع هاد الغراتان نسحقو 3 حبات طوماطيش، يعني نحينا لهم القشرة والزريعة، و3 حبات يعني بصل صغار قطعناهم بهاد الشكل. والمعدنوس يعني لازم يكون حاضر. وبالنسبه للام ما نساوش المعدنوس لافارس تاع اللحم كي نديرو يعني كي نعمروا الفلفل. والتوابل يعني فلفل الكحل سكنجبير والملح والعكري. وما نساوش هذيك الحبه بيض والرز وجمغارف رز يعني خضر نسحقو، ونسحقو شويه بصل يعني لهذا للحشو تاعنا لافيونداشي. وفي الاخير يعني نسحق هذا الفرماج يعني هو اللي يبني الليل غراتان. وفي الاخير نسحقوا الزيت. بسم الله نسحقوا هذاك البصل، قلت لكم هو يتشمر بربع مغارف تاع زيت. بسم الله نبداو نوجدوا في لافارس تاعنا تاع لافيونداشي. ناخذوا يعني كميه غير صغيره تاع البصل، وناخذوا 2 مغارف تاع الرز يعني الرز خضر، وناخذوا يعني رشه تاع المعدنوس لازم. وبالنسبه للتوابل ناخذوا غير شويه ملح وشوية عكري وشوية سكنجبير وشوية فلفل الكحل. ونديرو بسم الله هذيك الحبة تاع البيض، ما نديروها حتى نعرفو لي البيضة تاعنا يعني لاباس عليها. ونخلطو هذوك لافارس كاع يعني خلطوها. حنا لافارس تاع لافيونداشي يعني كي خلطنا يعني شوفو كيفاش طميتها، شربت كاع هذاك البيض وهذوك التوابل، وخلوها يعني ترتاح. انا البصل تاعي يعني تشمرته، ناخذ هذيك الطوماطيش بسم الله ونزيدو نديروها تتشمر. انا حنا رانا رايحين نديرو التوابل تاعنا، ويعني هذه صلصه اللي راني حنديرها اليوم معاكم ما نديرولهاش كاع الماء، نقصوا لها وخلوها غير على نار هاديه. حنا لاصوص طوماط تاعنا ما لازمش يعني نشفوها كاع، نخلو لها يعني المرقه تاعها. ونزيدو نديرو بسم الله هذيك الرشة تاع المعدنوس ونحوها. أنا الفلفل راني درتو في ساشي ونخلوه يعني هذيك 20 دقيقة قيس ما يبرد، ونقوه ويجينا بغير صعوبة. بسم الله أنا حين نبداو يعني نعمرو في الفلفل تاعنا الأول، نديرو لاصوص تاعنا بسم الله يعني نقسموها على زوج. نخلو الثانية كي نعمرو الفلفل نزيدو نديروها يعني فوق الفلفل، يعني نشدوها مليح نغلقو عليه مليح يعني باش لافيونداشي تدخل لنا مليح، ونحطوها فوق البلاطو. نزيد معاكم الحبة الثانية. انا لافيونداشي اللي بقات يعني درت هادي بولات، انا ما عنديش كمية كبيرة، انا ديما على حسب الافراد تاع العائلة تاعنا. ونكملوا يعني هذيك صلصه الطماطم نكوفريو بها كاع يعني الفلفل تاعنا. انا الكغاتان خلاص يعني راني حندخلو الفوق على درجه حراره 180 يعني كلش طايب، يعني 20 دقيقه ونزيدو نحمروه من الفوق ونوري لكم هذا الطبق حاضر معاكم. هاو الكغاتان تاع نهار اليوم كيفاش يعني حضرته معاكم، وقلكم جاني بنين بالبزاف، وان شاء الله تجربوه وتاكلوه بالصحه.